بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. في البداية أتوجه بخالص العزاء لكل أسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة الأليم، وهو الحادث الذي أصاب مصر كلها بالحزن، مسلمين ومسيحيين، لأن كل المصريين نسيج واحد، وطن واحد. وخالص دعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وحفظ الله مصر والمصريين.